بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمالك على صفيح ساخن، وابتدت الأزمات وكل يوم بتزيد الأزمات. التعادل النهاردة صدر أزمات كتيرة جدا للزمالك. أول حاجة طارق حامد تمرد، بن شرقي مش أحسن مني ياخد فلوسه وأنا ماخدش فلوسي، هو لازم اللعيب الأجنبي هو اللي ياخد فلوسه وإحنا ما ناخدش فلوسنا؟ دي أول حاجة. تاني حاجة مرتضى منصور باي باي كارترون، باي باي كارترون كده خلاص، هو كده كده كان هيمشيه كسب خسر كان هيمشيه. المجموعة اتصعبت جدا النهاردة. الزمالك عنده نقطتين، والوداد النهاردة كان بيلعب بيترو أتلتيكو كسب الوداد بقى عنده 4 نقط، الوداد عنده 3 نقط، الزمالك عنده نقطتين، الفرقة الرابعة عندها نقطة واحدة بس. والزمالك هيلاعب الوداد الماتشين الجايين ورا بعضيهم. الماتش الاولاني هيبقى يوم 26، هيبقى في المغرب، فالموضوع بقى صعب على الزمالك جدا. فمش عارفين ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه دهيت، لان حتى تغيير المدرب هيبقى مشكله. لو ان اي مدرب هيلعب احسن من كارترون، لان في مشاكل كتيره جدا. والمجموعه اتصعبت على الزمالك، الزمالك على الاقل عايز 4 نقط من الماتشين الجايين، لو ما خدهمش هتبقى عنده مشكله كبيره جدا. اي جديد هيحصل، اي موقف جديد هنقول لكم عليه اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.